الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبارك الله في هذه المولودة وبارك الله فيها وأنبتها نباتا حسنا ورزق الله بر والديها ووالديها، وبارك الله في السي هشام وفي أهله وفي والديه وفي إخوانه وعائلته والحاضرين أجمعين. فغالبا ما يكون الدرس في كل مناسبة من المناسبات متعلقا بالمناسبة، وهذه المناسبة هي العقيقة، واسم هذه المولودة هي جنات، وجعلها الله عز وجل من أهل الجنات والسامعين والمستمعين والحاضرين، اللهم لا تحرمنا من دخول الجنة. والجنة حينما نسمع اسم من هذا الاسم فتشتاق النفس إليها وتشرئب أعناق المؤمنين إليها وينفتح القلب إليها، أي هذه الجنات وهذه الجنة. والجنة لها أسماء عديدة، جنة اسم جمع جنات، والله عز وجل أعد هذه الجنة للمؤمنين للمتقين، فجاءت بصيغة الجمع وجاءت بصيغة المفرد. الله عز وجل يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سميت الجنة بالجنة لأنها من الستر ولأنها مخفية عنا، فلا يراها ولا يدخلها أحد إلا بعد الحساب وبعد الحشر وبعد المرور على الصراط. اللهم أدخلنا الجنة. والجنة لها أسماء، فجنات ودار السلام، يقول الله عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم. والله يدعو إلى دار السلام. الجنة سميت بدار السلام لأنها دار الأمان، واسم من أسماء الله السلام. السلام من المكروه، السلام من الآفات، السلام من المصائب، السلام من الغل، السلام من البلاء، السلام من الأمراض. حينما يدخل أهل الجنة الجنة فالجنة ليس فيها مرض وليس فيها غل وليس فيها ما يكدر صفو السعادة التي يشعر الداخل والساكن والخالد والمخلد فيها. فالسعادة دائما صرمدية في الجنة، فلا تسمع فيها ما يزعجك، فلا تسمع فيها ما يؤلمك، فلا لغو ولا تاثيم كما أخبر الله عز وجل، إلا قيلا سلاما سلاما. في الجنة السلام الأمان، والملائكة يدخلون على أهل الجنة: سلام قول من رب رحيم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. السلام والأمان. فالإنسان يعيش في هذه الدنيا فلا يسلم من الآفات، فلا يسلم من المكروهات، فلا يسلم من الأمراض، فلا يسلم من القيل والقال، فلا يسلم من المنغصات، منغصات الحياة. أبدا أحد يسلم من المصائب في هذه الدنيا. فالله عز وجل يبتلي عباده، والدنيا دار النكد، دار الكبد، دار التعب، دار المشقة. أما دار الآخرة فهي دار السلام، سماها الله عز وجل بدار السلام. كذلك سماها الله عز وجل دار المقامة: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. هذه الجنة سماها الله عز وجل دار مقامة، أي الإنسان يقيم فيها ولا يضعن عنها ولا يبرح عنها، بمعنى أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فلا يخرجون منها، فهو دائم مستقر في الجنة، مستقر في الجنة، يتنعم في هذه الجنة. سمي بدار المقام، دار المقام ودار المقامة. ثم سماها الله عز وجل كذلك بجنات عدن،
جنات عدن، جنات عدن تجري من تحتها النهار، فالإنسان يدخل الجنة فيستقر فيها ولا يبرح عنها. ثم جنات النعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ثم جنات الفردوس، جنات الفردوس وهي أعلى الجنان، أعلى الجنان هي الفردوس، وهي تحت العرش، ومنه تتفجر الأنهار الأربعة، نهر الماء ونهر الخمر ونهر اللبن ونهر العسل، كلها تتفجر من وتنبع من هذا الفردوس. الله عز وجل قال عن أهل الجنة والمؤمنين: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم سماه الله عز وجل مقعد صدق، ثم عند مليك المقتدر، فالله عز وجل سمى هذا المكان المقعد الصدق. والإنسان الذي يدخل الجنة هو الذي يعيش في صدق مع الله عز وجل ومع الناس ومع نفسه. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذه دار كذلك تسمى دار الخلد، فالذي يدخل الجنة لا يخرج منها، وما هم منها بمخرجين. الإنسان لا يخرج من الجنة، وليس الأمر كالدنيا، فحينما تسكن في مكان لابد أن تخرج وأن تنتقل منه. أما دخولك إلى الجنة فلا تخرج منه، تخرج منها أبدا ولو كان عملك قليلا. في الدنيا أنت تسكن على قدر مالك، وعلى قدر الإيجار، وعلى قدر المدة، مدة من الزمن أنك تسكن، فلا بد أن تخرج تنتقل إلى دار أخرى، أو تتركها وتنتقل إلى دار الآخرة. أما الجنة فإذا دخلتها ولو كان عملك قليلا فلا تخرج منها برحمة الله سبحانه وتعالى، لأننا كلنا ندخل الجنة برحمة الله عز وجل. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أي لا أحد يدخل الجنة ويتكل ويعتمد على عمله. فلا تقول أنا سأدخل الجنة بعملي، الأصل أن الإنسان يدخل الجنة بعمله، بالعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولكن لا تعتمد على العمل. فكم من إنسان عمل طول حياته، عمل عملا صالحا في الظاهر وهو مردود عليه عند الله سبحانه وتعالى، غير مقبول، لأن الله مطلع على القلوب. كم من إنسان صلى وصلاته مردودة عليه، كم من إنسان صام مدة من الزمن والصيام مردود عليه، لأنه لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ولم يقبله الله عز وجل، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فالجنة كذلك من أسمائها الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ما هي الحيوان؟ يعني الحياة. هذه الحياة فانية زائلة، أما الحياة الباقية في الجنة فلا تفنى ولا تزول. لأن الجنة، ما هي الجنة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجنة أمور لم تسمعها أذنك، ولم يخطر ذلك على ما فيها على قلبك، لم يخطر على قلبك ما فيها، وأنك تشتهي أمور فتحضر بين يديك في الجنة وأنت في الجنة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العيون، وأنتم فيها خالدون. فالجنة ليس فيها شمس ولا نهار ولا ليل ولا نوم ولا مرض ولا كبر ولا شيخوخة ولا أي شيء من هذه الأمور الدنيا، وإنما الناس يكون فيها شبابا، يكون فيها شبابا على سن معينة وفي راحة أبدية، فليس فيها عمل ولا تعب. في الدنيا لابد أن تعمل لتأكل، لابد إذا أردت أن تعيش تكسب وتعمل،
وتكد وتجتهد في حياتك، فلا بد أن تشتري ما تلبس، فلا بد أن تشتري ما تأكل وتشرب، ولا بد أن تشتري ما تركب. أما في الجنة فكل شيء بين يديك، لا تدفع ثمنا ولا نقدا ولا شيئا، ولا تعمل ولا تبكر ولا تنام، إنما كل شيء يحضر بين يديك، تمنى فقط، تمنى. ولذلك السلف الصالح كانوا يتنافسون على هذه الجنة، فأنت في الجنة على سرير مرتفع، سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، فتتمنى أن يحضر بين يديك مثلا خروفا مشويا فيحضر، وإذا أكلت فلا تتغوط ولا تتبول ولا تخرج إلى أماكن الخلاء ولا تتنخم ولا تبصق وليس لك لعاب، إنما كل ما تأكله يخرج يرشح منك مسكا، يشم منك رائحة المسك، بل التربة وليس ترابا وليس هناك حجر، التربة هي المسك. في الجنة كل شيء يحضر بين يديك، أنت ملك من الملوك، بل أكثر من الملك. وإذا أردت أن تلبس أنواع مفاخر الثياب والألبسة، فهناك مصانع، مصانع ليست من الحديد وليس فيها رجال، إنما شجرة، فتقف بين يدي هذه الشجرة وتنوي أنك تريد عباءة أو تريد جلبابا أو تريد شيئا تلبسه، فيحضر بين يديك مفصلا على مقاسك، على مقاسك فتلبس. هذا شيء في الدنيا يعني لا يتصور على العقل. ثم الأكلات والأكل والشراب، كلما رزقوا منها من ثمرات رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، أنواع مختلفة. فهذه الأشجار في الجنة على اختلاف أنواعها، ليس نوع في الصيف دون الشتاء، وإنما هي لا تنقطع، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة لا تنقطع في صيف في فصل من الفصول، ولا تمنع عن أحد، بل أنت جالس فتتدلى فوق رأسك، فإذا قطفت ثمرة فتعود الأخرى إلى مكانها، وإذا قمت فترتفع عن رأسك. هذا في الجنة. ثم في الجنة قد يجتمع العائلة والأسرة في مكان واحد على الأسرة، يفرحون، يمرحون، يضحكون، يبتسمون، يجتمعون الأهل والأولاد في الجنة. اللهم اجمعنا يا رب العالمين في الجنة أجمعين. ثم في الجنة سوق يركب الإنسان على المراكب، الله أعلم كيف هذه المراكب، والذي يسوق هذه المراكب هم الملائكة. شجرة في الجنة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة واحدة. هكذا كان السلف الصالح يتنافسون على هذه الجنة، لندخل الجنة، لنطلب الجنة، لندعو الله عز وجل أن يدخلنا الجنة. فيذهب أهل الجنة فوق هذه المراكب إلى سوق في الجنة. هذا السوق لا يباع فيه ولا يشترى، وإنما هذا السوق للتعارف. مثلا قد اجتمعنا هنا وقد رأينا وجوها جديدة، ففيما بعد قد لا تراه، ولكن في الجنة قد تتذكره. نحن سهرنا ليلة من الليالي عند السهيشة ورأينا شخصا ما رأيناه بعد ذلك، تلك الليلة رأينا شخص، ولكن في الجنة تتذكره وتتذكره. فتذهب إلى هذا السوق وتسأل عنه وتلتقي به وتجلس معه وتجلس مع الأصدقاء وتسأل عن أناس، أين فلان ابن فلان الذي كنت أعرفه في الدنيا، فيقال لك في الدرجة الرابعة في الجنة أو الدرجة الخامسة، درجات في الجنة على قدر عملك، على قدر عبادتك، على قدر طاعتك لله عز وجل. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قارئ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي، فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأها.
قارئ القرآن حافظ القرآن الكريم، يقول الله عز وجل له يوم القيامة حينما يدخل الإنسان الجنة، هذا قارئ القرآن الجنة، يقال له ابدأ في قراءة القرآن، فحيثما انتهيت من قراءة القرآن فثم منزلتك، فثم مكانتك عند الجنة وفي الجنة. هكذا الجنة أيها الإخوة، فلنعمل لها، فلنقوم الليل ولندعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث إذا دعا الإنسان الله عز وجل ثلاثا كل يوم، اللهم أدخلني الجنة، اللهم أدخلني الجنة، اللهم أدخلني الجنة، فالجنة تدعوه، تقول اللهم أدخله في، اللهم أدخله عندي. وكذلك النار إذا كنت تدعو الله عز وجل اللهم أبعدني عن النار، اللهم أقني النار، فالنار تدعو الله عز وجل تقول اللهم أبعده عني، اللهم أبعده عني، اللهم أبعده عني. فالدنيا قليلة، أيامها معدودة، عمرها محدود زائلة، ولكن دار الآخرة باقية، هي التي تدوم لنا. فكيف للإنسان أن يعمل للدنيا الفانية وينسى الدنيا الباقية؟ كيف يؤثر الدنيا الزائلة على الآخرة الباقية الأبدية؟ اللهم ادخلنا الجنة وارحمنا برحمتك الواسعة، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، آمن روعاتنا، اصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.